القسم الطبي جيت هنا اليوم باش نضامن مع القابلات المغربيات اللواتي يشتغلن بالمركز الاستشفائي مولاي عبد الله نتيجة الاضطهاد ديالهم واتهام ديالهم بالغشوة، في حين أن وزارة الصحة تتملص من جميع المسؤوليات والإدارة نفسها تتملص من جميع المسؤوليات. هاد القابلات ما احتجوا، ترفضت الإدارة تاخذ الشكايه ديالهم، فاضطروا باش يصيفطوها عن طريق عون قضائي لان الاداره تملصات ما بغاش تستلم الشكايه ديالهم. تملصات باش تجتمع معاهم كقابلات كجمعيات ديال القابلات وفي نفس الوقت كنقابيات، فاضطروا باش يعملوا هذه الوقفه. حنا كل اللي كنطلبوا، حنا ما ضد واحد، ما ضد اي مسؤول، ولكن ضد وزاره الصحه اللي تعمدات الاذان الصاغيه وضد الاداره. علاش؟ لان وزاره الصحه فين ما كتجيب لنا شي مسؤول كتجيبوا لنا بالنيابه فقط، ما كيطبقوش التعليمات الملكيه والدستور المغربي الذي يربط المسؤوليه بالمحاسبه. شكون غنحاسبوا؟ رئيسة القسم الطب القسم ديال الولاده والام ما عندهاش لا نوت، عندها نوت بروفيزوار. المديره براسها عندها نوت بار انتيريم، كيفاش غنحاسبوا هاد الناس؟ المديره كتملص ما باغا تاخذ اوكين ديسيزيون، كتاخذ قرارات اغتزاليه، في نفس الوقت رئيسة قسم الام والطفل هي كتاخذ قرارات اغتزاليه. فقامت الاداره بابتزاز ديال هاد الناس وبزات عليهم يخدموا في اقسام سون زوردغ ايكري. واش حنا في عصر السمعه والصواريخ ولا في القرون الوسطى باش نخدموا غير فيربالمون؟ هاد الناس ما هبوتش حتى من حاجه. قال لك الاداره فين ما بغاتنا نخدموا، ولكن كون انوردغ ايكري باش نتحاسبوا ونعرفوا اي واحد عمل شي حاجه يتحاسب عليها. قرارات اغتزاليه وعشوائيه. قالوا لهم في الاول حقا انتم متهمون بغشوه، فعلا يتابعهم هذا الغشوه، الغشوه اختصاص ديال النيابه العامه. علاش خداو غشوه وعلاش هاد الناس عطاوهم غشوه؟ اذا يدفعوا الملفات ديالهم، يدفعوهم للمحكمه باش تعطي القول ديالها وتعطي لي زارغيمون ديالها. الرساله الاخيره هو نداء لوزاره الصحه باش ما تبقاش المسؤوليه بالنيابه، المسؤوليه خاصها تكون افيك دي نوت ديفينيتيف باش نعرفوا مع من نجلسوا ونعرفوا مع من نهضروا. هذا عيب، هذا عار. الخدمه موجوده، الخدمه موجوده، والحمايه مفقوده، الحمايه مفقوده. نائمه والاداره، نائمه والاداره، نائمه والمشاكل، قائمه والمشاكل، قائمه والاداره، نائمه والاداره، نائمه. كنتواجدوا بالمستشفى لتغطية الوقوف لمؤازرة مظاهرة تخص فئة القابلات مصلحة الأم والطفل. للأسف هذه الفئة كتعرض لواحد الحملة مسعورة ديال التشهير وديال تشويه سمعة المؤسسة والإضرار بالمرفق اللي وراء مجموعة من 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 المعطيات. كاين أطراف اللي هي نقابية وأطراف اللي هي جمعوية عن طريق بعض الأقلام المأجورة يتم التحريض والتشهير بالقابلات. للأسف هي حملة ترويض داخلة في إطار حسابات نقابية من أجل استقطاب فئة القابلات بعد الصفعة اللي تلقاوها مجموعة من 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 النقابات اللي كانت تطرهن عليها الإدارة أنها غادي تكون في الطالعة ديال 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 النقابات الممثلة للأطر التمريضية. للأسف أن اللي خلى هذا الفراغ هو أن المؤسسة كتعاني من فراغ إداري. جاء ولد لينا واحد تداول ديال التسيير عبر مجموعة من المدراء، خلى واحد الفراغ، خلى واحد الفراغ اللي سمح لمجموعة من الوجوه النقابية المشبوهة أنها تخندق داخل الإدارة وأنها تستعمل مبدأ التشييع، وأي واحد ما كيخالفها أو لا كيعارض الشطط ديالها لازم أنها تهاجمه كما كنشوفوا بالنسبة لهذه الفئة هذه. المدخل هو تطبيق
مقرر الوزارة رقم 44-48 الصادر بفاتح أبريل، واللي كيحث الإدارات الاستشفائية أو المستشفيات عبر ربوع المملكة إلى إعفاء كل المسؤولين الذين تم تعيينهم خارج منطقة التباري. للأسف أن المؤسسة لا تخضع لهذا المقرر، والمدخل هو أن السيدة أو المسؤولين أو المسؤولة اللي تعرض هذه الفئة هذه للشطط تم تعيينها عن طريق بهذه الطريقة. كنلتمسوا من الإدارة أن تلتزم الحياد وأن تفعل المذكرة وتقيل بليطو أنها تعفي مجموعة من المسؤولين وتعاود تفتح المجال ديال التباري فيهم بكل حيادية مع إحياء لمنطق الكفاءة والأقدمية بعيدا عن الحسابات النقابية وبعيدا عن الحسابات الجمعوية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.